دور الكتب بمفهومها الحديث مؤسسات ثقافية تنشئها الدولة وتزودها بالكتب وغيرها من الوسائل التي تعين على كسب المعرفة لتكون في متناول كافة المواطنين لتمدهم بأنواع الثقافات المختلفة والخبرات المتنوعة وخلق المواطن المستنير القادر على خدمة نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه. ودار الكتب القطرية تأسست في عام 1382 هجرية في بناء جميل في موقع يتوسط مدينة الدوحة لتكون قريبة على كافة المواطنين لينهلوا من المعارف الإنسانية ما أرادوا. وقاعة المطالعة قاعة فسيحة ومكيفة الهواء تتسع لحوالي 100 مطالع في وقت واحد، وفيها يكون في متناول أيدي القارئ مجموعات عديدة من الصحف والمجلات المختلفة باللغتين العربية والأجنبية، كما يجد القارئ في خزائنها وتحت طلبه مجموعات أخرى من الكتب والمراجع والقواميس ودوائر المعارف. هذا ويستطيع الزائر الاستعانة بخبرة المشرفين المتخصصين للحصول على أي كتاب في أي فن وفي سرعة فائقة ليرضي نهمه العلمي، وهذا ما ترحب به دار الكتب وتحاول غرسه في نفوس روادها. ويواكب قسم البحث الفني بتزويد المكتبة بالجديد من الإنتاج المطبوع في شتى فنون المعرفة ومن مختلف البلدان وبمختلف اللغات. وتسجل هذه الكتب وتصنف تصنيفا فنيا وتفهرس فهرسة علمية بالنسبة لمواضيعها وأبجديا بالنسبة لاسم الكتاب واسم المؤلف. وقد اتبعت دار الكتب أحدث الطرق الفنية في التصنيف والفهرسة، وهي طريقة ديوي العشرية، حيث أعدت فهارس البطاقات كاردكس. والمكتبة قسمان: القسم الأول المكتبة العربية، وتضم حوالي 27,000 مجلد في كافة فنون المعرفة. القسم الثاني المكتبة الإنجليزية، وتضم حوالي 5,000 مجلد في مختلف وجوه المعارف الإنسانية. وكتب المكتبة العامة معدة للإعارة الداخلية والخارجية، فباستطاعة أي مواطن في قطر أن يستعير كتابين في وقت واحد ولمدة شهر على الأكثر بعد تقديم بعض الإجراءات الخاصة بالضمان. وتتبادل دار الكتب القطرية بما تنشره من الكتب مع دور الكتب والمراكز الثقافية والجامعات مع جميع أنحاء العالم.
كما تحتفظ دار الكتب بأرشيف صوتي للمحاضرات التي تلقى في المناسبات المختلفة والتسجيلات الصوتية للمناسبات الاجتماعية الهامة، كما تحتفظ بعدد من الأسطوانات لتعليم اللغات الحية ولتسجيلات للقرآن الكريم بقراءات مختلفة ومن المقرئين المشهورين. وهناك قسم التصوير، ومهمة هذا القسم الرئيسية هي تحويل صور المخطوطات التي تحصل عليها دار الكتب من مصادرها العديدة إلى مصورات لهذه المخطوطات، حيث يستحيل الحصول عليها. وقد أصبح رصيد دار الكتب يربو على 200 مخطوطة تقع في أكثر من 2000 صفحة، كما يقوم هذا القسم بتصوير المخطوطات إلى مايكروفيلم، حيث تحتفظ دار الكتب في خزائنها على حوالي 2000 مخطوطة. ويقوم قسم التجليد بالمحافظة على الكتب التي يتداولها الجمهور في دار الكتب، وذلك يكون بواسطة تجليدها تجليدا فنيا جيدا، ثم يكتب على كعب كل كتاب بالقلم الكهربائي اسم الكتاب واسم المؤلف والرقم الفني. وقد قام هذا القسم بتجليد معظم الكتب في دار الكتب التي تقدر بحوالي 35,000 مجلد، ويقوم على العمل مجلدون فنيون مدربون. لقد عني أجدادنا العرب بإنشاء المكتبات، وكانوا بذلك من أسبق شعوب العالم إلى إدراك أهمية المكتبة، وكان لدار الحكمة ومكتبات المساجد أثرها في الحفاظ على التراث الفكري ونشر الثقافة الإسلامية. وقد أدركت قطر هذه المفاهيم، فأسست دار الكتب القطرية لتقوم بالدور الهام في المحافظة على التراث القومي وتيسيره للباحثين ونشر الثقافة والتعليم بين طبقات الشعب. إن التشجيع الذي تلقاه دار الكتب القطرية من المسؤولين جعل هذه الدار منارة للعلم ومشعلا للثقافة والوعي في هذه المنطقة من العالم.